نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ونواصل فيما انقطع من حديث، وهو قول الله سبحانه وتعالى في أن خلق هذا الكون أو خلق الإنس والجن من أجل عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل لكم من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. فهذه الحلقة تدعو الناس للأصل الأول الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وهو توحيد الله عز وجل، لأن لا تصح للمسلم عبادة إلا إذا صحت عقيدته. الإنسان إذا كان عقيدته في الله عز وجل سليمة جاز له أن يصلي ويصوم ويحج ويعمل جميع ما كلفه الله سبحانه وتعالى به، ولكن إن لم تصح العقيدة فأنت لست مأمور بأن تصلي. وذي المسألة الأولى، وذي المسألة الكبرى التي يحتاج إليها كل إنسان، وهو التوحيد. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا من أجل العبث. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. فالتوحيد إنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا، لأن الإشراك هو أخطر الذنوب التي عصي بها الله سبحانه وتعالى. الآن إذا نظرت إلى حال المجتمع السوداني، إلا من رحم الله، تجد عقائدهم فاسدة جدا. قد تجد من صلى معنا الآن، تلقى زول صلى في المسجد وانتهى، لكن تجده يعني فاسد العقيدة. تلقاه بيصلي وبنادي غير الله عز وجل، بيصلي لابس له تمايم، انت مصلي لشنو؟ عقيدتك فاسدة، انت ما مخاطب بالصلاة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين. الصلاة للمؤمنين، والمؤمنين ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. زول بيصلي لابد أن يكون صحيح المعتقد، يلتجئ إلى الله عز وجل في كل كبيرة وكل صغيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وحده هو المجيب وهو الذي يغيث. حتى الإنسان يعني تجد كثير من الناس في المجتمع السوداني تلقاهم عقائدهم في الشيوخ، وبالذات حول السوق ده ناس عقائدهم فاسدة جدا. تلقى الواحد بنادي البرعي، طبعا الناس ده انا بعرفهم، ده الناس شمال كردفان، في ناس كثيرين من البلد ديك تلقاهم ماسكين في البرعي، كان عتر له حجر ساكت، بقول: يا البرعي تلحقني يا زول، البرعي دخلك حاجة؟ البرعي مخلوق زيك، البرعي وينس؟ البرعي مات مش كده؟ الإنسان مفروض يمسك في الحي الذي لا يموت،
لأنه الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فربنا سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له، هو الذي يغيث الذي وقع في ذنب، الذي وقع يعني في كرب أو وقع في شدة، فليسأل ربه سبحانه وتعالى ولا يلجأ لغيره. وإذا لجأت إلى غير الله عز وجل فأنت واقع في الشرك الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن بندعو الناس للتوحيد، وعكسنا في ناس بيدعو للشرك. عديل كده يدعوك إلى الكفر بالله عز وجل، يعني يقول لك تنادي غير الله عز وجل ما فيها حاجة، تعلق حجابات ما فيها حاجة، وده شرك بالله عز وجل. لأنه ربنا قال عن الدعاء، ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن التمائم اللي يسميها الحجبات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. فدعاة الضلالة يضلون الناس عن التوحيد، ويصرفوك عن التوحيد، ويوقعوك في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ودي كتب الصوفية، ده أول كتاب، كتاب البرعي. البرعي يدعو الناس ويأمر الناس بأن يدعوا غير الله عز وجل، في الكتاب ده ذاته صفحة 119. البرعي بنده في واحد اسمه إسماعيل الولي، ده عندنا هناك في شمال كردفان. قال: إن ناب خضب في البلاد نزيل، قال: قل يا ولي الله إسماعيل. قال: لو جاتك مصيبة نادي إسماعيل، وربنا قال في القرآن: لو ناديت إسماعيل أو غيره من الخلق ما بالحقك. ربنا قال: أول حاجة الذي يدعو غير الله عز وجل ضال ومشرك. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. دون الله عز وجل معناه الخلق كله، أبدأ من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيره. ومن أضل، شفت دار تعرف أضل مخلوق يمشي على هذه الأرض، هو الذي يدعو غير الله عز وجل، يدعو البرعي، الكباشي، المكاش وغيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني سوى الله، غير الله. ربنا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو قلت: يا السادة السادة، أنا عبدا ليكم نادى، ما بيلحقوك. إذا قلت: يا رجال العيلفون، الأسرع من التلفون، ما بيلحقوك. لو قلت: يا ود بدر، من الفقر بتكون فقران وتموت مشرك لو ما تبت من هذه العقيدة الفاسدة. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، يعني يوم القيامة، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وربنا قال في أواخر سورة المؤمنون، ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما عنده حجة، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الزول البنادي غير الله عز وجل، ربنا قال ده كافر. الليلة تلقاه مكتوبة في الدفارات وفي الحافلات وفي الركشات، اللي عنده عقيدة في أحمد التجاني بيكتب يا ساكن فاس، ده يتأكد ده تجاني تابع للتجانية، تلقاهم طبعا التجانية بيتعرفوا من الطاقية الخضراء. سنة كان ركبت حافلة وشايف لي زول عنده طاقية خضراء، طوالي بتذكر صلاة الفاتح، لأنه المجرمين ده بيعتقدوا إنه صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، المرة الواحدة. في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني، ده كتاب الطريقة التجانية، ما يغشوك، ده الناس من أضل خلق الله سبحانه وتعالى، تجانية بيعتقدوا إنه صلاة الفاتح أفضل من القرآن ده 6000 مرة، وده كفر بالله سبحانه وتعالى.
وكلام الله عز وجل ده أفضل الكلام وأحسن الكلام. ربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالعبادة أو صحة التوحيد ده يكون به صحة الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإنت أيها الإنسان مهما فعلت من الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وغيرها وأنت سيء العقيدة ربنا ما بيقبل منك حاجة. خد بالك، زول مشرك الله ما بيقبل منه ولا حاجة. في دليل، في أدلة كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الزول عمل صلى وزكى وحج وعمل أعمال كثيرة، لكن في عقيدته يشرك بالله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله عز وجل أو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه العقائد الفاسدة لها دجاجلة ولها منظرين ودعاة زي ناس حامد بابكر المجرم ومحمد المنتصر الليزيري وغيره من دعاة الصوفية. والله تبقى صوفي تكون من أضل خلق الله سبحانه وتعالى. ده كتاب الطريقة السمانية اسمه أزاهير الرياض لعبد المحمود نور الدائم، ده في الجزيرة هناك في طابة. يا أخي ده عنده باب هنا فصل كامل، باب أو فصل في إحياء الأولياء للأموات. يعني الصوفية الولي عندهم بيحيي، سبحان الله. الصوفية عندهم الولي بيحيي. طيب البرع عندما تقوموا يا صوفية ما محتاج اللي بتنادوا ميت. البرع إذا قوموا بيان بالعمل، لكن ما عندهم أي حاجة، ذيل بيضلوا الناس ساكت. لكن الزول المسكين الما عارف العقيدة يغشوك يقول لك يا أبو الشيخ. طبعا البرع في الكتاب ده قال عنده شيخ اسمه أحمد الطيب البشير، ده طبعا قال لك بيحيي الأموات. وليه ما قوم البرع؟ ده ما سؤال منطقي صح؟ أحمد الطيب البشير ما يقوم لنا البرع ده عشان نرد عليه، ونحن ردينا عليه قبل يموت عشان ما يقول لك انتوا البرع بعد مات وبعد ذاك قبلتوا عليه. قبل كده في حلقة جانا واحد مسكين يده كلها مليانة حجابات، والله يده دي منفوخة كده حجابات ثلاثة طابق ولا كم، أنا ما أعرف. أنت عارف قال أنتوا ما لقيتوا أبهاتنا ماتوا عشان كده بيتكلم فيهم. طيب أنت ما قلت أبهاتك بلوا الحنك مش كده؟ وبنشف الريق ما شغالين يعني؟ هاي أصلا ما بيشتغلوا لأنه ما عندهم أي حاجة. ربنا قال عن الأولياء جد جد تعين الصوفية دي كلهم أولياء الشيطان. الكتب دي والله تفتح أي كتاب، أي كتاب من الكتب دي فيه كفر وشرك وإلحاد وزندقة. أي زول قاعد هنا خليه يفتح بس يرفع كتاب، غمد وارفع كتاب، أنا بطلع لك الكفر الفيه. أزاهر الرياض موجود، رياض الجنة موجود، كتاب جواهر المعاني الكبير ده موجود، الفيوضات الربانية بتاع القادرية. شيخهم بيقول أنا الله، قال أنا الواحد. والله شوف ده شيء واجب على كل داعية عرف الحق عليه أن يبين ضلال الصوفية. تعرف الغلة العيش شنو؟ ما الصوفية ذيل والله يد. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وين الإيمان؟ الناس ماسكين في البرع يا أخي، ماسكين في الركين بتاع أبو آدم، ماسكين في الكباش، ماسكين في الصائم ديمة، ماسكين لين في ناس. وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن أن نتمسك به ونتوكل عليه. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصوفية شيوخهم ديل كلهم ماتوا. ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني البرع ما عارف قومومتين بالله ذي الحقنا. فإذا المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو بيده كل شيء، واعلم أيها المسلم أن العقيدة هي الأساس الذي من أجله خلقت. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. دي الغاية أيها الإنسان التي من أجلها خلقت، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا. شوف الزول المشرك الذي يدعو غير الله عز وجل ده مفتري، مفتري. أول حاجة ربنا بيرزقك، ربنا بيأكلك، ها، وربنا سبحانه وتعالى بيديك النفس تستنشق هذا الهواء. تعرف الصوفي ذاته البنادو من دون الله عز وجل لو مرض طوالي بيجروا بودوا الحوادث ولا ما بودوا؟ بودوا. تعرف البرعي قبل كده جابوه في مستشفى ساهرون، ها، ده قبل ما ربنا يقرضه. انت عارف والله العظيم واحد كلمني هو شهود عيان، انت عارف البرعي شايلينه جارين بيه وبالنقالة الجماعة، البرعي يدعو لنا، البرعي ابو الشيخ زول مريض يا اخي، هو ذاته دار دعوة. شوف الناس المساكين، زول مريض مدخلين المستشفى، مفروض يتفع منه الشيخ ده ما عنده حاجة. لو عنده حاجة كان شنو؟ كان نفع نفسه، ها، ما عنده اي حاجة. فلذلك المسلم عليه ان يتعلم التوحيد ويعرف التوحيد حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك أعمالك، لأنه أعمالك ما بيصح إلا بالعقيدة وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك، ونقدم أخونا الشيخ علي همد.